رباعي مكافحة الإرهاب يضيف كيانين وأحد عشر فرداً لقوائمه المحظورة. قمة سوتشي تؤكد على بدء مرحلة جديدة لإنهاء الأزمة السورية رغم الشكوك. واتهام أبل بتوظيف طلاب تحت السن القانوني لإنتاج آيفون إكس. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من جديد سبل مكافحة الإرهاب. إذ أعلنت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين إضافة كيانين وأحد عشر فردا إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. يأتي القرار في ضوء التزام الدول الأربع بمحاربة الإرهاب. وأكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة نالوا خلالها دعما قطريا مباشرا على مستويات مختلفة. في لبنان علق سعد الحريري استقالته من منصبه كرئيس للوزراء بناء على طلب من الرئيس ميشيل عون في خطوة من شأنها تخفيف حدة أزمة أدت إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط. تفاصيل رجوع الحريري إلى لبنان وتراجعه عن استقالته في سياق التقرير التالي. أنا باقي معكم ومكمل معكم. بهذه الكلمات عهد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنصاره الذين تجمعوا حول منزله في بيروت على البقاء معهم وإكمال مسيرته للدفاع عن لبنان واستقراره، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه قراره بالتريث في المضي رسميا باستقالته بناء على طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون. وأكد الحريري أن شعار تياره سيبقى لبنان أولا. وفي وقت سابق أكد الحريري في كلمة متلفزة استعداده للتعاون مع كل الأطراف لإعادة بناء الدولة، ودعا إلى بذل الجهود من أجل الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية وعن كل ما يسيء إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات مع الأشقاء العرب. وبعد تراجع سعد الحريري عن الاستقالة ارتفعت سندات لبنان الدولارية بجميع فئاتها لتتجه لتعويض معظم الخسائر التي منيت بها بعد استقالة الحريري الصادمة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، بينما نزلت علاوة العائدات وتكلفة التأمين على ديون لبنان. كما تصدر هاشتاغ الرئيس اللبناني ميشيل عون ترند لقائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة تويتر، والذي تمنى عليه التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيداً من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية. وتتوجه كافة الأنظار في لبنان إلى الخطوة التالية التي سيقوم بها الحريري، كما تترقب كافة الأوساط السياسية والشعبية المواقف التي وعد خلال زيارته السبت إلى باريس بإطلاقها من بيروت. أدانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في يوغوسلافيا السابقة قائد جيش صرب البوسنة السابق راتكو ميلاديتش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة لدوره في المذابح وعملية التطهير العرقي خلال حرب البوسنة. التفاصيل في سياق تقرير الزميل عمر السامرائي. التهم لا تسقط بالتقادم، وأمد الظلم مهما طال لا بد أن يلوح بكف الوداع. ها هو مجرم الحرب لصرب البوسنة راتكو ميلاديتش ينال أخيرا جزاءه العادل. محكمة الجنايات الدولية تقضي بالسجن مدى الحياة على ميلاديتش ضريبة لفداحة اتهامات وجهت إلى هذا الرجل المتورط في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في البوسنة والهرسك. حكم قوبل بترحيب أممي، كما سمع له صدى في جمعية أمهات سربرينيتسا التي أعربت عن ارتياحها النسبي للقرار الذي عدته أفضل من الحكم الذي صدر ضد رئيس صربيا في البوسنة والهرسك رادوفان كاراديتش الموجود حاليا خلف القضبان. أنا راضية نوعا ما عن الحكم،
إنه حكم أقوى من ذلك الذي صدر ضد رادوفان كاروديتش، ولكن المحكمة لم تجده يشعر بالذنب بعد اتهامه بارتكاب إبادة جماعية في بعض القرى. راتكو ميلاديتش الذي كان على رأس الجيش الصربي في أوائل التسعينيات قاد حملة عسكرية إبان الحرب على البوسنة ضد المسلمين هناك، راح ضحيتها نحو 8000 شخص فيما عرف بمذبحة سربرينيتسا عام 1995 التي وصفت بأنها أكبر عملية قتل جماعي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. عقدان من الزمن مرا على الحرب في البوسنة، ومرارة الماضي ما تزال حاضرة بكل آلامها ومآسيها في أذهان أهالي الضحايا. ماض لن يستريح لهم بال في حاضره إلا بتحقيق عدالة يرون أنها العزاء الوحيد في من فقدوه تحت جرم واحد من أبرز عتات العصر، إنه ميلاديتش. إلى العراق، حيث حصنت القوات الأمنية مدينة هيت في الأنبار غربي العراق بسياج أمني يحمل أسلاكا شائكة منعا لعودة مقاتلي داعش من الصحراء، حيث ما زالت عمليات التطهير والبحث عن فلول داعش مستمرة في المناطق الصحراوية المحيطة بالمدن الحدودية مع محافظة دير الزور السورية. مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل. بعد إكمال القوات العراقية مهامها الأمنية في مناطق غربي الأنبار وانهزام تنظيم داعش من مناطق راوة والقائم أمام تقدم القوات الأمنية العراقية، بات مطلوبا من هذه القوات المحافظة على الأمن في المناطق المحررة للحيلولة دون عودة مقاتلي داعش إليها. احنا عانينا ما عانينا، وقتلوا أطفالنا وقتلوا شبابنا، واحنا نريد يسرعون قتلهم داعش. داعش هم اللي قتلهم. انا من عائلتي ستة بحزام الناسب، ستة برمضان منطق على جهالنا، واثنين ولد عمي اخذوهم، واخو زوجتي هم اخذوه. احنا نطالب ونطالب بالحكومة المركزية ونطالب حكومة بغداد يأمنونا حماية سياج أمني حتى نخلص من داعش وربع داعش. في مدينة هيت شمالي الفلوجة قامت القوات الأمنية بوضع سياج من الأسلاك الشائكة بطول 7 كيلومترات من جهتها المحاذية لصحراء الأنبار والتي لجأ إليها مقاتلو داعش بعد هزيمتهم في القائم. هذا السياج ضرورة ملحة إلى مدينة هيت. مدينة هيت محاطة من منطقة بساتين من مناطق الشرقية والغربية، إضافة إلى من المنطقة الجنوبية منطقة صحراوية كان يسلل منها العدو عن طريق الصحراء، طبعا هذا باعتراف المتهمين اللي تم إلقاء القبض عليهم. دخلوا الهيت صارت عندنا أكثر من عملية انتحارية، راحوا ضحيتها الأطفال، جزء الكل شاهدها في وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي. مدينة هيت وحتى بعد تحريرها من داعش قبل سنتين تعرضت للعديد من الهجمات الانتحارية عبر هذه الصحراء والتي راح ضحيتها العشرات من أبنائها. تم نشر نقاط حراسة على طول السياج، يعني على مدى النظر بين نقطة وأخرى، فوجود السياج حقيقة يحد من الحركة. حقيقة احنا كمواطنين يعني على المعاناة اللي عانيناها بزمن داعش والسلوب اللي استخدموه معانا احنا كمواطنين، يجب أن نتعاون مع القوات الأمنية كونها هي في حفظ الأمن والأمان والسلام لمدينتنا. المحافظة على الوضع الأمني الذي حققته القوات الأمنية العراقية بعد تحريرها مناطق غربية الأنبار هو من أولويات هذه القوات والذي سيتحقق عبر هذه الإجراءات الجديدة، إضافة إلى تعاون الأهالي في إبلاغ عن أي تحرك مشبوه وغير طبيعي عبر صحراء الأنبار. تحولت رحلة هروب من داعش في المدن التي كان يحتلها في الموصل وصلاح الدين إلى رحلة طويلة لصيد الطيور النادرة. أبو جنات وأبو فيصل رفيقان نزوح كما يصفان نفسهما، جمعتهما هواية صيد الصقور التي كان التنظيم قد منعها عنهما قبل أن يتمكنا من الهرب من التنظيم وينزحان إلى كردستان العراق. مهند محمود والتفاصيل. وقع هذا الطائر في الشرك، بداية جديدة لرحلة من نوع آخر، فمن معاناة النزوح إلى رحلة صيد الصقور. هكذا
حول أبو جنات النازح من الموصل وصديقه أبو فيصل النازح من صلاح الدين قصة نزوحهما إلى كردستان العراق بمرارة 3 سنوات إلى واقع جديد يمارسان من خلاله هوايتهما. طبعا احنا هوايتنا للصيد، نصيد بالموصل بس نصيد بخوفه كانوا مسلحين واللي يخطفون، فما كنا نشعر بالامان. فجرى ما جرى بالعراق وخاصه بالموصل نزحنا الى كردستان العراق. تعرفت على اخويا صديقي ابو فيصل من صلاح الدين، اتفقنا نطلع الصيد وقت الصيد يعني، بس وقت الصيد هذا ينشد على رجل باشق وتظل كامش الباشق انت وتباوع بالناظور على السماء، من تشوف الطير تهدوا الباشق، هاي طريقة. طريقة الثانية اللي هي ربط الحمامة، هذا الحمامة تجيب الحمامة تربط عليه الشبكة الشبكة مال الصيد وتشدوا على الحجارة ومنطقة يعني مفتوحة هم تباوع عليه بالناظور. ومن إرهاب داعش وما خلفه من دمار وتشريد لآلاف العراقيين من ديارهم إلى حال أخرى تطلعا إلى صباح مشرق، فيلتقي النازحان منذ ساعات الصباح الأولى ليعدا شباكا لصيد طيور نادرة تقدر بآلاف الدولارات. وهنا يروي لنا أبو فيصل حكايته مع صيد الصقور. من الشباب المبكر يعني بدأت عندنا هاي الهواية، فبقينا بيها إلى أن تدري يعني صار هذا موضوع التهجير، وبعد التهجير يعني نحاول يعني أنه نبقى متواصلين هاي الهواية. من الطيور المشهورة الشامي، طير الشامي يعني هو تقريبا مقارب، أكثر طير مقارب للفارسي هو الشامي، والفرق تقريبا بسيط جدا. الفرق هو يعني أكثر شيء بالعمد، عمد الفارسي صافية والشامي شوية يعني بيها منقوشة خلنا نقول. رفيقا النزوح يبقيان متطلعين بكل أمل إلى ما هو قادم من السماء. هنا وضعت الأقفاص المعدة للصيد، وهناك تم تجهيز طائر الحمام بشباك لفت كامل جسده، والأمل رفيق لا يغيب. الصيادون نصبوا الشباك، هم الآن بانتظار شيك السماء أو الصقر الذي قد يغير مجرى حياتهم باتجاه أفضل، كحال الألم الذي حولوه إلى أمل جديد. أبو جنات وأبو فيصل كحال الكثير من النازحين يتملكهم شوق العودة إلى ممارسة هوايات كبتها داعش ومنعها عنهم قبل أن يهربوا من المدن التي كان يحتلها في شمال العراق، وغربة لثلاث سنوات أو يزيد. لقناة الآن الإخبارية مهند محمود، أربيل. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. في الشأن السوري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء أنه اتفق مع الرئيسين التركي والإيراني في ختام قمة جمعتهم على عقد مؤتمر وطني في روسيا يضم ممثلين عن النظام السوري والمعارضة. وقال الرئيس الروسي إن إضفاء اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية في سوريا سيكون في إطار عملية جنيف. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي عادل جبير وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري كما كانت دوما لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل. وشدد في كلمته أمام الوفود المشاركة في افتتاح مؤتمر الرياض للمعارضة السورية على أن هذا الاجتماع يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية. تشهد مدينة نوى في درعا في الأونة الأخيرة انتشارا كبيرا للصيدليات العشوائية المخالفة، ما يعرض حياة المدنيين للخطر. وقالت مصادر محلية في درعا إن عدد الصيدليات في المدينة بلغ نحو 50 صيدلية بعد أن كانت 14 فقط. وسبق أن اشتكى أهالي ريف إدلب الجنوبي من انتشار الصيدليات العشوائية بعد أن شكلت ما يقرب من 60%. وصلنا بالفترة الأخيرة نشوف تجاوزات كبيرة بالنسبة لمهنة الصيدلة، أنه تعدد الصيدليات بدون وجود صيدلي
متمكن او يعني دارس لمهنه الصيدله. طبعا الصيدله ليس فقط بائع للدواء، ولكن لازم يكون عنده معرفه بالادويه، بجرعاتها، بكمياتها، بالامراض اللي توصف لها. هالشيء عم ينعكس بشكل اساسي على المريض، لانه كثير احيانا عم يصير اخطاء بوصف، يعني بقراءه الوصفات او بوصف الادويه بشكل عشوائي بدون مراجعه الطبيب. بالاضافه لشيء ثاني كمان صرنا عم نشوفه، هو تعدد الصيدليات لنفس الشخص. يعني صار كل شخص احيانا او بعض الاشخاص انه يفتح اكثر من فرع للصيدليه. الصيدليات هون نص نص عندنا النواة، في مخالفات كثيره. تقريبا المفروض يكون عندنا 14-15 صيدليه نظاميه، اللي موجودات اكثر من 50. المشكله مش شلون، المشكله بالاضرار والنتائج. اللي فتح صيدليه عشوائي، الدواء هي عباره عن ماده سامه ولكن مجرعات قليله. يوم تنعطى لشخص دواء مش مناسب لشخص بحالة معينة، ممكن تؤدي لضرر، ممكن تؤدي أحيانا لوفاة، ممكن إذا كانت المرأة حامل ممكن يصير في إجهاض. شابات سعوديات خطفن الأضواء وأصبحن طهيات سعوديات يقودن فريق طبخ بمطعم من داخل أحد الفنادق، وهي تجربة عمل يتمناها كل هواة الطبخ، وهو ما تحقق بالفعل لهؤلاء الفتيات. دخلنا هذا المجال ونافسنا الرجال في أضخم فنادق المملكة. يلا يا لما جعانين يا لما، ايش عملنا اليوم؟ اليوم سويت لكم أيوة. ستيك أيوة. بالصوص الباستو وشويه دم انجليزي. ايش الباستو هذا؟ ايوه الباستو عباره عن صوص بالجبنه البارميزان واللوز والأروغولا. خلف الاضواء ومن وراء جدر تعكف لما وامال واريج برفقه اربع سعوديات اخريات على اعداد اطباق الافطار والغداء والعشاء لمرتدي احد الفنادق الفارهه في جده، لينافسنا الرجال الذين ظلوا لعقود مسيطرين على مهنه الشيف بالفنادق الفاخره في السعوديه. سيدات ما شاء الله تبارك الله أثبتوا كمان جدارتهم بهيدا الموضوع، وصارت الناس تحب أكلهم ودايما تطلبهم ودايما تجي تدور على وصفات معينة، وصار في عنا من وراها أطباق محببة عند الناس. أحب أن الناس قبل ما تأكل طبعا تشوف الأكلة، إذا عجبتها شكلها حتتحمس أنها هي تأكل، فأحب أنه أزين الأكل بطريقة أنه تشهي الناس أنهم هم يكونوا يبغوا يأكل. يعني ما في حاجة دسمك يا تعملي لنا إياها كبسة مندي مضغوط عادي؟ أيوة ممكن أسوي كبسة ومندي عادي. من الطبخ المنزلي إلى فنادق خمس نجوم، هذه باختصار قصة سيدات سعوديات حصلن على رتبة شيف في مطاعم فاخرة داخل الفنادق في تجربة جديدة بدأت تقبل عليها نسوة من السعودية مؤخرا، ويسجلن نجاحا باهرا في الطهي وإعداد الأطباق السعودية بالنكهة التقليدية اللذيذة. بنستقبل الضيف طبعا بابتسامة، طبعا مع تقاليدنا وعاداتنا وتقاليدنا. بنستقبل الضيف ونوصله حد الطاولة وبتشوف طلباته ونجيب له. كنت قلقانة لأنه أبغى أعرف إيش رأي الكاستمر لما يدوقوا الطبق، إيش حيكون انطباعهم عنه. والحقيقة كنت جدا سعيدة لما كانوا يقولوا لي مين اللي عمل كذا، أقول لهم أنا عملته سلطة، فكانوا مرة فرحانين ومبسوطين إنه سعودية وبتعمل إنتاج زي كذا. النساء يتميزن بالتريث وطول البال أثناء الطبخ وتزيين أطباقهن أكثر من الرجال، فالمرأة عندما تطبخ فهي تمارس هذه المهنة وكأنها تطهو الطعام لعائلتها. ندى أيوة. ندى تفضل، ايش قاعد تسوي لنا اليوم؟ سلطه فواكه. وريني ذوق. تفضل بس خلاص ممكن خلاص تروح عشان تكمل شغلي. طيب. التولع بالطبخ والتعمق فيه علامتان بارزتان في مسيره لما ورفيقاتها، يحاولن الابداع والتنويع ووضع بعض اللمسات الخاصه لاطباقهن لتشعر وانت تتناول الطعام وكانك مدعون داخل احد البيوت السعوديه على السفره. يا مصباح الاخبار الان جدة. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير، مهرجان القاهرة السينمائي يستعيد بريقه في افتتاح الدورة 39.
أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الأيام البحرينية التي نقرأ منها أوبر تتيح مشاركة الموقع بشكل مباشر مع السائقين. جاء في تفاصيل الخبر، أعلنت شركة أوبر لخدمات الركوب عن عدد من التحديثات الجديدة لمساعدة السائقين والركاب على إيجاد بعضهم البعض ضمن الطرق والتقاطعات المزدحمة عبر إتاحتها ميزة مشاركة الموقع بشكل مباشر. إلى صحيفة الشرق الأوسط التي نطالع منها، فيسبوك تزيل عددا من تطبيقاتها في الصين. قالت متحدثة باسم شركة أبل العالمية إن الشركة أبلغت من قبل وزارة الأمن العام بأن عددا من تطبيقات بروتوكول الإنترنت عبر الإنترنت لا تمتثل للقانون المحلي، وبالتالي تمت إزالة هذه التطبيقات من المتجر في الصين بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. واخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية هاتف سامسونج الجديد جالكسي S9 قادم بهذا السعر. تكثر الأحاديث مؤخرا عن إطلاق شركة سامسونج لهاتفها الجديد جالكسي S9 مع بداية العام المقبل، إلا أن الشركة لم تؤكد أو تنفي بعد هذا الخبر، ولم تعلن بعد عن أي من مواصفات الهاتف الجديد. صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم، جوجل تستثمر مليون استرليني لتدريب معلمي الكمبيوتر في بريطانيا. تحاول شركة جوجل تقديم يد العون لتعليم الأطفال البريطانيين علوم الكمبيوتر، إذ أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أنها ستستثمر مليون جنيه استرليني بمبادرة الحكومة لتحسين تعلم علوم الكمبيوتر في جميع أنحاء البلاد. ختاما مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية، تقرير يرصد 237 هجوما موجها ضد الشركات العالمية لإيقاف عملها. نشرت شركة الأمن والحماية كوريو نتورك سيكوريتي المختصة بتوفير حلول للحماية تقريرا حديثا يشير إلى تعرض المنظمات والمؤسسات في الربع الثالث من عام 2017 إلى 237 هجوما في الشهر. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا استطاع أشخاص لبنانيون أن يمزجوا بين الطابع الشرقي والغربي في صناعة لعبة الطاولة أو ما يقال عنها لعبة الزهرة التي عادت للانتشار من جديد بعدما كادت أن تزول، إذ يتفنن إيلي طعمة في محله وبمساعدة آلات الليزر الحديثة في صناعة الأدوات المخصصة للعبة الطاولة. نتابع. برج حمود في بيروت يطور محل صغير ألواح لعبة الطاولة أو النرد الشهيرة للأجيال الجديدة، مستفيدا من مهارة العاملين به في المزج بين التقاليد القديمة والتكنولوجيا الحديثة. والمحل المملوك لإيلي طعمة ورثه عن والده وأسلافه، إذ بدأ المحل المتخصص في التصميمات الخشبية عموما في العمل مجددا بصنع ألواح الطاولة والتركيز عليها بعد عودتها للانتشار. ويوضح إيلي طعمة أنهم في هذا المحل يحافظون على تراث هذه اللعبة التي تتكون من أشكال هندسية يتم تصنيعها يدويا بمعاونة تكنولوجيا جديدة مثل آلات الليزر التي تعطي نتائج لم تكن ممكنة، كما هو الحال في الشكل الدائري وغيره. جمعنا بطاولة الزهر تبعنا بين طاولة الزهر اللي بنعرفها التقليدية الشرقية بالشرق الأوسط اللي هي كلها هاند ميد واللي بتكون عبارة عن طاولة زهر بس، فوتنا معها ميكس اللي هو الباكجامون طاولة الزهر بالدول الأوروبية اللي هي دايما بيكون لها مطرح لينحطوا الحجار فيها، في لها كبيات لينكب الزهر فيها. الميكس بين الشرقي وبين كيف مطورينا بأوروبا، نحن اليوم عم ننفذه ومحافظين على التاتش الشرقية. ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ بدء هذه اللعبة ومخترعها، ولكن يرقى تاريخها إلى نحو 3000 عام قبل الميلاد. فقد اكتشف علماء الآثار في مدينة أور العراقية في حضارة ما بين النهرين
ألواحي زهر تستخدم في هذه اللعبة، ثم بعد ذلك أخذها عنهم الفرس، وجاء من بعدهم الرومان الذين طوروها وباتت تشبه إلى حد بعيد لعبة الزهر الحديثة التي نستخدمها في وقتنا المعاصر. ولعبة الطاولة أو النرد هي لعبة مشهورة جدا في الشرق الأوسط وإيران والبلاد العربية، وتتفاوت أسعار ألواح لعبة الطاولة المصنوعة يدويا في محل إيلي بين 200 و500 دولار. تعيش عملاق التكنولوجيا أبل على وقع فضيحة أخلاقية كبرى بعد أنباء وتقارير عن تشغيلها طلاب مدارس في معاملها من أجل تجميع هاتفها الأحدث آيفون إكس، وذلك بواسطة شركة التوريد الرئيسية في تصنيع الأجهزة في الصين. ويبدو أن الطلب الكبير على الهاتف بعد التأخير الحاصل في عملية الإنتاج دفع الشركة إلى توظيف الطلاب بشكل غير قانوني من قبل شركة كوبرتينو في الصين. بدأ المكسيكي الملقب بالرجل الأثقل رحلة علاج تشمل نظاما غذائيا خاصا وعملية جراحية لخفض وزنه الذي يتجاوز 500 كيلوغرام إلى النصف في محاولة لإنقاذه. يبلغ المكسيكي خوان بيدرو فرانكو 32 سنة من العمر، وهو لا يترك غرفته بسبب وزنه ويقضي معظم وقته وهو يعزف على الجيتار. استعاد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بريقه مع انطلاق دورته 39 مساء يوم الثلاثاء الماضي بعد أن جذب عددا كبيرا من نجوم وصناع السينما لحفل الافتتاح. يشارك في المهرجان نحو 175 فيلما من أكثر من 50 دولة. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. رباعي مكافحة الإرهاب يضيف كيانين وأحد عشر فردا لقوائمه المحظورة. قمة سوتشي تؤكد على بدء مرحلة جديدة لإنهاء الأزمة السورية رغم الشكوك. واتهام أبل بتوظيف طلاب تحت السن القانوني لإنتاج آيفون إكس. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. دائما كونوا معنا.